طيب الف مبروك رمضان كريم حاج. من سرقة الجائزة ما ليش عليه هذا حتي انا بدك تضحك انت من عارف يلا نمشي. اعزائنا زوار موقع صحيفة المسار ومتابعين برنامج حزر فزر، اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتم في موسمنا الثاني. رح نبلش ثاني حلقاتنا اليوم الحي الشغور في مدينة ام الفحم، وما تنسوا كثير معنا من جوائز القيمة اللي رح تكون من نصيب اصحاب الحظ السعيد. حكوني لنبلش رمضان كريم للجميع. اهلا وسهلا بك بعد الفطور. ايهاب محميد. احكي لي شوي عني يا جماعه الشهور استقبال رمضان. خلاص عندهم هذا حي زي تبعنا هذا الزعيم. نروح عند الزعيم، نروح عند الزعيم. رمضان كريم. مساء الخير يا عمي، اهلا وسهلا فيكم. رمضان كريم علينا وعلى كل الامه الاسلاميه ان شاء الله. الله يا رب ينعاد على الجميع بصحه وعافيه. امين يا رب. احكي لي شوي عن اجواء الشهور لاستقبال رمضان، شو حضرتوا وشو زينتوا هون؟ احنا هون في منطقه الشهور زينا وبدنا نستمر في التزيين ان شاء الله. طلبنا حبل من اللمبات اللي يعد 2 كيلومتر وبدنا نزين كل المنطقه ان شاء الله اللي تكون اجمل منطقه في كل ام الفحم. ماشي، انا بهاي الطاوله بدي اعمل تحدي بيناتكم. يا ميت مرحبا. واللي اللي بيعرف السؤال رح ربحه جائزه من فخفخينا حي الشكون. فخفخينا حي الشكون. تسكينا كوبايه. هاي مش جائزه يا عمي. طيب جاهزين؟ من عندكم مش تسكيل ولا يهمك. اللي بقول ما. طيب. هاي ان شاء الله بالعيد، فتره العيد. طيب جاهزين للسؤال؟ ما هو احقد الحيوانات؟ حيوان انا اكثر حيوان بيحكيت. حقود حيوان. جمل حبيبة. تأكد؟ نعم جمل. ليس إلا الجمل حقود. لا لأنه الزعيم بده ربحه، مش عشان يعرف الجمل برضه. لا لأنه مظبوط وأخرى لأن لا حتى لو أنه غلط لأنك الزعيم بده ربحك. ألف مبروك يا رحمن. الله عليكم. ألف مبروك رمضان كريم حاج. طيب ندخل نتكلم على طاولة ثانية. رمضان كريم. رمضان كريم. حضرتك محمد عبد الكريم. كيف انتم رمضان هالسنة؟ لله رب العالمين. ذهاب شو بتشتغل؟ جناين. بيأثر عليك الصوم والجو الحار؟ كل شيء بيأثر، اما الإرادة اقوى من كل شيء. بتستعمل الدلو بشغلك مزبوط؟ لابد. شو جمع دلو؟ جاوب. دلاوي. دلاوي هاي لغة جتنا. طيب العامي شو عاد نروح ندور عليه. يلا كلية خلينا قاعد معك. شو اسمي شو تقول؟ في شيء دو. شو جمع دلاو؟ شو بقول لك جمع دلاو باللغه تاعتنا؟ دلو. شو جمعه؟ دلو. دلو شو جمع دلو؟ مش عارفه. طب بنتكل عندكم نفس السؤال. رمضان كريم مذكر. شو رمضان كريم؟ رمضان كريم. رمضان كريم. عرفنا بحضرتك. من عين ابراهيم ام الفحم. اسمك 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 ايمن محمد. ايمن من عين ابراهيم من ام الفحم. طيب نفس السؤال، شو جمع دليو؟ شو جمع دليو؟ شو بعرفني شو جمع دليو؟ ديال. دلاء. تأكدين بس لمن اعطي الجائزة لك ولا له؟ امين. أسألك سؤال ثاني، أسألك سؤال ثاني برجع لك. طيب طيب ألف مبروك ربحت هدية مقدمة من الطاسج حي الشكور، بعوض لك إياها. أمين رجع لك سؤال ثاني. السلام عليكم. تفضل. عرفنا حضرتك.
حسن ماجد جبرين من الفحل. كيف انتم رمضان؟ ان شاء الله تمام. الحمد لله ونشكره. رايك من احلى السنه بحسب الاجواء بالحارات وبشيء من الفحم بشكل عام ولا السنه اللي مركات؟ نفس الشيء تقريبا، سنه عن سنه بتفرقش كثير. وين الشاب؟ تعال. اه برضو انت تعال لي شوي. عرفنا بحضرتك. يا ابو حميد اهلا فيك، تفضل خذ حده. هات بين الزعيم والاف الجواب الاول لساعد الشاب، بدي اعمل بينكم تحدي. جاهزين؟ شو جمع ديك؟ ديوك. ديوك فكروا فيها. ديك جمع ديك. ديك اديك. قرب ديك. اديك ديك. انت قربت عليها. انت قربي ديوك. اديك اديك. اللي كنت الاولى قربت عليها. اديك 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 ديوك اديك. قربت عليها. اديك قربت عليها كثير. اديك اديك قربت عليها. اديك كلكم سهلكم، هي فيها اديك بس خلينا نركب حرف منها. أديك 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 مبروك. ربحت معنا هدية مقدمة من مكتبة الطالب. ألف مبروك رمضان كريم. تربح معنا إن شاء الله بالمرة القادمة. إن شاء الله تربح معنا بالمرة القادمة. رمضان كريم. ألف مبروك يا رمضان كريم. أنا بدي بعدين طيب. رمضان كريم علينا وعليكم. حضرتك محمد داود سليمان صاحب القهوه مزبوط؟ اي نعم. كيف استقبال الجمهور بشهر رمضان بالقهوه؟ الحمد لله استقبال الجمهور منيح والشباب يعني هون رمضان الحمد لله. دليت الشباب على الاسئله مزبوط؟ مزبوط. بس اسالك سؤال اشوف اذا انت رح تعرفهم بدون حديد الله. اكيد مش رح ندل. طيب شو هي اضعف حاسه عند الطيور؟ حاسه عند الطيور الشم. أكيد. أنا أضعف حاسة عند الطيور الشم. شم. لأنه النظر كوي. الحس كوي. الصوت كوي. انسى هذا الشاب أبكر الشغوة. انسى. لكن زيه. ألف مبروك ربحت معنا. وجبة مقدمة إلى سيرة كاتل أنيس. ألف مبروك رمضان كريم. تفضل شو تحب؟ تفضل شو تحب توجه تحية بمناسبة شهر رمضان؟ بمناسبة شهر رمضان بس بتمنى إنه يكون خير على البلد كلها، مش بس رمضان وباقي السنة. وإحنا بالبلد هاي أهل وندير بالنا على بعض وخلينا صبورين، مش هسا لقدام كل الوقت، وبلاش العصبية وبلاش العنف. وان شاء الله البلد هاي يظلها بخير وسلام. ينعاد علينا عليكم وسهلا. اهلا وسهلا فيك. رمضان كريم مبروك. رمضان كريم. الله اكرم. عرفني بحضرتك محمد حلو. كيف انتم رمضان؟ الحمد لله رب العالمين. شو رايك باجواء ام الفحم استقبال رمضان؟ من احلى هاي السنه ولا السنه اللي مركز؟ السنه هاي لانه في حارات جديده يعني صاروا يزينوا. طيب ليش اطول عليك؟ جهز للسؤال. جاهز تفضل. شو المكون الاساسي للكزاز الزجاج؟ الرمل. سريعه ما شاء الله عليك. الحمد لله. متاكد؟ كميه؟ يعني نحليك حسابنا الليله. طيب ألف مبروك ربحت معنا هدية مقدمة لبيت نسيب حي الكينة. شو بتحب توجه كلمة بالنسبة لشهر رمضان الكريم؟ إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم في الصحة والسلامة يا رب، كل عام وأنتم بخير. بخير وألف مبروك. رمضان كريم. بين رمضان كريم. حضرتك ام حميد امير. يلا يلا فيك. كيف الاجواء هون بالشغور؟ حدثني شوي عنها. الحمد لله قضية ماشي يعني، في سير في حركة في بني ادمين رايحين جايين. حابب يعني في حابب اربحك بزة العيد مقدمة من سولو ونجمع بدغاش؟ ليش لا؟ يلا جاهز للسؤال ان شاء الله. من هو النبي الذي علمه الله لغة الطير والحيوان؟ يونس. لا اسماعيل. تأكد. اسماعيل.
اسماعيل شو سليمان 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 متأكد سليمان متأكد سليمان سليمان اه خلص أكيد اه شو عرفك انه سليمان؟ سليمان اللي نزل عليه الوحي اللي هو يا زلمه ماشي الف مبروك راح نربحك كمان هديه راح نربحك لوسة العيد من سولو مجمع ابو دغاش الف مبروك رمضان كريم تفضل وجه تحيه عن عبر برنامج حزر فزر حزر فزر اهلا وسهلا فيكم حبايبي الف مبروك رمضان كريم بارك فيك حبيبي في كل ان فيما سعينا يا الله يا مكان رمضان كريم شباب عرفنا بحضرته محمود ابراهيم حامد طاهر راشد غضب غازي طيب بدي اعمل التحدي بيناتكم بدي اسالكم سؤال واللي بيعرفوا راح اربحوا هذه قيم ماشي جاهزين للتحدي شو هي اضعف حس عند الطيور جاوبني اعطيني شو بعرفنا مش عارف بعرف ايش مش خاطر ايش عبالنا فكر شوي برجع نفس نفس الخوف مش عارف مش عارف مش عارف اضعف حاسة سمع انت وين شوف متأكدين كله هنا متأكد من جوابه 100% شباب ما فيش شيء ثاني جواب غلط كلكم رمضان كريم شباب عرفني بحضرتك حميد عمر تفضل عارف بحضرتك حبيب لطفي محمد اللي فيك عرفني بحضرتك محمد سبع اللي فيك عارفني بحضرتك خيا رضا اللي فيك احكي لي هون عن لمة الصحبة برمضان و يعني مثل ما انت شايف دائما برمضان بعد الفطور بتلموا الحبايب و جمعة رمضان جمعة رمضان جمعنا الحمد لله رب العالمين طيب حابب اعمل بينكم تحدي ولا كل احد يسأل سؤال ولا تحدي بيناتكم اللي بدك اياه خلص تحدي بين الاصحاب طيب جاهزين ما هو الحيوان الذي له 1500 اسم في اللغة العربية شو عم حبيب شو ما ليش عليه هذا حتى انا بدك تضحك انت من عارف يلا امشي والله ما بعرف عليك حسب معلوماتك شو حمار الوحش حمار الوحش هذاك الوان مش اسامي طيب اعطيكم اختيارات كم واحد موجود اربعة ضرب بحكم ضرب واحد منكم الاسد النمر الغزال النمر الاسد 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 هون الاسد استغناه هون خلص الاسد اربعة بتتكاسموا الهدية طيب اسمع بتروحوا عندي اسمين محجبين وبتتكاسموا على الهدية غاد الف مبروك ربحتوا الف الف مبروك تفضل وجه كلمة او تحية بس بشهر رمضان كل عام وانت ان شاء الله كل عام وام الفحم بخير والام العربية ان شاء الله رمضان كريم اللهم امين عمي الف مبروك شباب مش تنسى تتكاسموا الهدية ان شاء الله لا ولا يهمك خلاص هاك عليكم لا 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 اربع مع بعض هذا ابن الجود هذا اي رمضان كريم شباب رمضان كريم على الجميع تفضل عرفنا بحضرتك نبيل اهلا فيك عمار جبرين اهلا فيك عرفنا بحضرتك محمد منصور زياد عدنان جبرين احكي لي عن اجواء رمضان هاي السنه كيف شفتها نظرة. ان شاء الله خير رمضان منيح حبيت هسه كله ايجابي ان شاء الله ان شاء الله طب انا حاب اربع واحد بينكم هدية مقدمة من جوهرات اللامعة من حي المحاجني بسألكم سؤال واللي بيعرفوا راح اربحوا الهدية من هو النبي الذي كانت معجزته إحياء الموتى؟ سيدنا عيسى أكيد؟ أكيد طيب ألف ألف مبروك وفعت معنا هذه مقدمة من محل اللامع حي المحاج ألف مبروك رمضان كريم وعلينا وعليكم We'll be right back.
رمضان كريم. أهلا. عرفنا بحضرتك. أحمد محميد. أهلا فيك. كيف أنتوا رمضان السنة؟ والله الحمد لله جو بجنن، أضواء لامعة زي ما شايف كل البلد كل الحرارة. شو بتحب تفطر برمضان أنت؟ شو بحب أفطر الصراحة راح استغرب، حلو، بحب الحلو. تحب الحلو؟ الفطور الحلو؟ الحلو أهم شيء عندي. أهم شيء. طيب ماشي، جاهز للسؤال؟ أي سؤال؟ أسألك إياه. تفضل. ماذا يسمى المكان الذي يسكنه النمل؟ اسم بيت النمل. بيت النمل قرية يمكن؟ ممكن بس فكر. إذا مش غلطان أنا متأكد إنه بجوز القرية. قرية ولا المدينة؟ لا القرية. أكيد؟ أكيد. ألف ألف مبروك، ربحت معنا هدية مقدمة من محلات اللامة حي المحاجنة. شو بتحب توجه كلمة لمحل اللامة وموقع المسار؟ أول شيء بشكر صحيفة وموقع المسار على الجهود اللي بسموها بالشهر رمضان وبالموقع، ونشكر اللي بعت الجوائز تبرع. أنا فيها منية؟ هياتها محل لامع قدامي في المحاجر. رمضان كريم، ألف ألف مبروك. شكرا يا شباب. عليكم. رمضان كريم حاج. الله كريم. من حضرتك؟ اسمي أبو أحمد من منطقة جنين. أهلا فيك. احكي لي شو عن أجواء جنين استقبال رمضان. والله أجواء حلوة وأجواء ما شاء الله شيء بجنن، يعني شهر خير إن شاء الله، وإن شاء الله بيعود علينا وعليكم. كيف شفت لي أجواء أم الفحم؟ إيه ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد، الجوامع ملانة والأمور ما شاء الله، وان شاء الله انه الله بعيدنا عليه وعليكم ان شاء الله بالخير والبركات. جاهز لسؤالنا؟ تفضل يا محترم. شو اغبى الطيور؟ اغبى الطيور؟ اغبى الطيور معقول في اغبى طيور؟ انا عارف يا اخي شو اغبى الطيور. اغبى الطيور النسر. تاكد؟ يعني ايش؟ جواب غلط. الله تربح معنا المره القادمه. رمضان كريم. خليك يا عمي ربعك. رمضان كريم. اهلا حبيبي. الله كيف حضرتك؟ معك علي خالد الطه محميد. اهلا فيك. احكي شوي عن اجواء المحاميد، كلب مركز المحاميد. والله تطلع في المحاميد بالذات خاصه يعني بتحس برمضان عن صح، يعني من خلال الاضواء اللي بنشوفها، من خلال يعني مبين الناس الحركه، كل شيء هنا يعني بيعطينا اجواء تحس بالعيد اخرى مش بس برمضان. طيب جاهز للسؤال؟ يتفضل اسال. اول ما خلق الله تعالى، اول شيء خلق ادم. سيدنا آدم. الملائكة يعني؟ أول إشي خلقه. يا جماعة الخير شو خلق؟ سيدنا آدم شو كان؟ شو؟ شو يعني السماوات والأرض الكون يعني؟ طب شو قبل كل شيء يعني شو خلق؟ ساعدوني. ولك أعطي إجابي. طب اعطي ثلاثة يا أخي، لازم تعطي ثلاث خيارات. لا اعطي ثلاث خيارات. السماء، سيدنا آدم، القلم أو الملائكة. القلم أو الملائكة أو القلم، عندي هاي الإجابة. فكر فيها. الملائكة. أكي؟ الملائكة. لا الملائكة. جواب نهائي. جواب نهائي. الملائكة. لو ظلتك على الكلام يا سلام. خلص ان شاء الله تروح على المره القادمه. طيب انتم بخير. رمضان كريم. انت الله اكرم حبيبي، يعطيكم العافيه. رمضان كريم. اهلا. عرفنا بحضرتك. عمر محميد. اهلا فيك. كيف اجواء رمضان هاي السنه شفت؟ ايه صبابه منيعه حلوه. بجني. جاهز للسؤال؟ تفضل. ايش بكتب كثير وبعرف شكل حرف واحد؟ الكلام. تاكد؟ في المية. بالله. طيب اعزائنا زوار موقع المسار، اخر هديه لليوم مقدم من فالنتينا مجمع ابو دغش، تفضل. مبروك عليك. وهيك بنختم حلقتنا الثانيه من اليوم اللي كانت في حي الشغور في مدينه ام الفحم. مبروك لكل اللي فازوا، مستنى فازين جداد في حلقتنا المقبله. ورمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير. وشعب الخبور شو شو